وقتها الحقيقة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الحقيقة تفضل مشكورا بصراحة باستجابة سريعة جدا في نفس الحلقة، وقال يا جماعة احنا هننظم رحلات لكل حتة في الجمهورية للقطاعات المختلفة من الطلبة والطالبات على المستويات الدراسية ما قبل الجامعية على اختلاف المدارس، زي ما هيزوروا تاريخ وحضارة مصر العظيمة، زي ما هيزوروا المشروعات الضخمة والعملاقة اللي بتتعمل في مصر، مشروعات زي حياة كريمة، ومشروعات زي مصانع كبيرة، مشروعات زي مزارع ضخمة بتتعمل في الدلتا الجديدة وهكذا. فأنا اتبسطت، واتبسطت أكتر لما لقيت إنه الحالة دي كمان بتمتد، يعني تخرج من نطاق بس وزارة التربية والتعليم، ويبقى كمان السادة المحافظين عندهم هذا الاهتمام. وهنا ألاقي إنه على سبيل المثال في محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خد ولادنا ذوي الهمم في رحلة لمشروعات حياة كريمة عنده هناك في الغربية، تحديدا في زفتة. ليه؟ هو عاوز يكرس يرسخ ثقافة العمل التطوعي عند الولاد والبنات، عاوز يكرس ويرسخ لروح ولاء وانتماء في رحلة ميدانية، يشوفوا بنفسهم ويعرفوا بلدهم بتشتغل ازاي، ويعرفوا ان هم كمان جزء من هذه التنمية، ويعرفوا ان هم كمان ممكن يبقوا شركاء في هذه التنمية. معنا على التليفون دكتور طارق رحمي محافظ الغربية. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ حضرتك عامل ايه؟ والله نحمد ربنا الحمد لله. انا عاتب عليك يا دكتور. الحمد لله. بعتب عليك بقى في حاجة صغيرة. أمرني. يا لا العفو، كنت قول لي كنت جيت مع حضرتك وفرحت مع الولاد. والله نكرر الرحلة تاني. أنا أرجوك الحمد. أرجوك ده أنا أتشرف والله. إحنا مشتاقين إن طبعًا ولادنا يطلعوا دايمًا في هذه الرحلات زي ما حضرتك قلت. طبعًا. عشان ننمي روح الولاء والانتماء عندهم، ويحسوا بالفخر والإعزاز والتقدير لجهود الدولة اللي بتتم في قرى مصر المختلفة، ومنها طبعا قرى مركز زفت عندنا في محافظة الغربية. فكان ده الغرض ان احنا يعني نقوم بهذه الرحلة، وان شاء الله نكرر هذه الرحلة مع باقي يعني الفئات المختلفة. احنا دايما بنحرص مش بس ذوي الهمم، وانما طبعا ولادنا من الشباب والبنات في المراحل المختلفة، سواء كانت مراحل الإعدادية او الثانوية او حتى الجامعة، ودايما بننظم هذه الرحلات طبقا لتوجيهات طبعا فخامة الرئيس، انه دايما لازم شبابنا يعرفوا هي الدولة بتعمل ايه، بتبني ايه، ايه الانجازات بتاعتها، لان ده مهم جدا عشان يعرفوا المجهودات بتاعت الدولة في هذا الامر. وشافوا ايه الولاد والبنات النهاردة يا دكتور؟ والله هم النهاردة كانت الزيارة لقرية من القرى النموذجية عندنا في مركز زفتة، قرية نهطاي. ابتدينا بمدرسة اسمها مدرسة طلبة السيح، دي احد المدارس اللي تم تطويرها في مبادرة حياة كريمة. هم كانوا عايزين يقدموا لينا يعني عروض فنية، وبالفعل أبنائنا من الصم والبكمة قدموا عرض فني عبارة عن مجموعة من الرقصات يعني وتابلو فني، وقاموا أيضا بورشة عمل خاصة بالرسم والتلوين وفقرة رياضية من ذوي الهمم المختلفين. وكمان طلبة المدرسة بقى الجميل إن طلبة المدرسة نفسهم اللي هم الأسواق العاديين قدموا لهم فقرات فنية مختلفة من أغاني ومن تابلوهات فنية، فكان في نوع من التلاحم ما بين أبنائنا ذوي الهمم وأبنائنا الأسواق اللي موجودين في المدرسة. حاجة كان منظر بديع جدا، وتناغم ما بين الـ يعني الفئتين، هذه الفئة والفئة الأخرى. طبعا. بعد ما خلصت. أيوة. بعد ما خلصنا المدرسة طلعنا بعد كده نشوف بقية المشروعات الموجودة في يعني حياة كريمة في قرية نهطاي. رحنا تبطين الترع، ترعة العصف، وكورنيش نهطاي، وده يعني يمكن من المشروعات الفريدة على مستوى الجمهورية اللي يكون في كورنيش في إحدى القرى، واتفرجوا عليه وشافوا الحديقة الجديدة اللي معمولة مركز الخدمات الحكومية، وشرحنا لهم إيه هي يعني الأدوار أو الخدمات اللي بيقدمها هذا المركز، مركز الزراعي البيطري، وحدة تنمية الأسرة، كمان مركز الشباب، وحدة طب الأسرة المبنية على نظام التأمين الصحي الجديد، قسم الشرطة الجديد، وحدة الحماية المدنية، كل دي مشروعات جديدة. سوق نهطاي النموذجي، كمان موقف النموذجي، محطة المياه، وحدة معالجة نهطاي، يعني حوالي 13 مشروع إلى جانب
4 مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد وما بين تأهيل وتطوير وإعادة صيانة مرة تانية. في الحقيقة الولاد بجد اتبسطوا جدا يعني، وحسوا فعلا بالفخر، وحسوا ان البلد فعلا فيها يعني تطور مستمر وتقدم، وهو ده كان الغرض من الزيارة. طب حلو جدا. انا بقى لفت نظري صورة بالنسبة لي حلوة جدا رائعة جدا، صورة دكتور طارق رحمي قاعد وسط الولاد في الاتوبيس اللي رايحين بيه على الزيارة، وقاعد بتتكلم معاهم. يا دكتور كنت بتتكلم معاهم؟ اي الصورة اللي انا مطلعها على الهوا دي بتتكلم معاهم في ايه يا دكتور؟ قاعد بتتكلم وبتشرح انا بشرح لهم الحياه كريمه يعني ايه، وايه الاهداف بتاعتها، وايه المشروعات اللي تمت في محافظه الغربيه وفي قريه نهطاي على وجه التحديد اللي احنا كنا بنزورها. وطبعا كان في مترجمين للغه الاشاره يعني ابنائنا الصم والبكم، وباقي ذوي يعني الهمم كانوا طبعا مستوعبين لانهم بيسمعوا بيفهموا الى حد كبير. في طبعا مشرفين كانوا موجودين بيساعدوا في توصيل المعلومه، وهم قدامهم المباني الجديده والمشروعات الجديده يعني حاجه برؤى العين مش محتاجه حتى الشرح يعني، بس كنا بنوضح ليهم ايه الخدمات اللي بيقدمها كل مركز من المراكز وكل مشروع من المشروعات. فهو ده اللي كان الشرح اللي بيتم في الاوتوبيس. في بعض المشروعات قدرنا ننزلهم فيها يعني يشوفوها بنفسهم، وبعض المشروعات عشان ما نثقلش عليهم لان بعضهم طبعا ذوي اعاقه حركيه، فكنا بنشرح لهم من واحنا في الاوتوبيس بحيث انهم يتفرجوا من نافذه الاوتوبيس على بعض من هذه المشروعات. طب دكتور طارق طلع معاهم الاوتوبيس ليه؟ كان ممكن تركب العربيه بتاعه سيادتك في المحافظه تطلع قدامهم او وراهم او تسبقهم، يعني ليه طلعت قعدت معاهم؟ والله يا فندم يعني والله لا يخفى عليك انه يعني مدى حب الواحد ليهم بجد يعني، يعني يمكن سياده الرئيس اللي علمني هذا الموضوع، بيبقى بيقول انا ببقى سعيد جدا وانا وسط ولادي دول. وفعلا والله يعني سعاده يعني غريبه جدا بتنتابك، وبتحس ان انت يعني عايز تقعد معاهم فتره طويله وعايز تتكلم معاهم، لانه فعلا ولاد ذوي همم، فعلا ذوي قدرات فائقه، فعلا صحيح. يستطيعوا فعلا ان هم يعملوا حاجات كتيره، وعندهم مهارات لو حضرتك تتفرج عليهم هم بيرسموا وهم بيعملوا لوحات وهم بيعملوا اعمال فنيه. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعوض الفئه ديت بمهارات وحاجات، وتحس انهم على فطرتهم وقلبهم صافيه ونيتهم صافيه ورايقه، وما عندهمش اي يعني نوع من الحاجات اللي انت فاهمها يعني. صح 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 صح. انا اشكرك جدا يا دكتور، مش بس على المداخله، انا اشكرك على اللي عملته مع الولاد النهارده. الف 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 شكر ليك يا دكتور طارق، كل الشكر لدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، لانه دكتور طارق في اخر كام جمله ده صح صح، ولادنا دول عندهم الاريحيه المطلقه والفطره الكامله السليمه، فكل حاجه بيعملوها بيعملوها بقلبهم بس، ما عندهمش اي شيء، ما فيش اي ملوثات خالص. ملايكة ربنا عايشين في وسطنا، ده فعلا والله العظيم فطرة سليمة، أريحية مطلقة، نقاء بنسبة 100%. ملايكة أي حاجة هيعملها بيعملها من جواه، مفيش عنده أي تفكير في أي شكل من أشكال التلوث اللي للأسف الشديد الدنيا بتعمله وتقوم بأفاعيلها في نفوس الناس التانيين دول. لا، عشان كده فعلا بتطلع حاجتهم حلوة 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 يعني.